حيث حركة طبيعية شهدتها الجمعيات التعاونية ورصدتها كاميرا الأخبار، وذلك قبل ساعات من دخول قرار الحظر الجزئي والذي تم فرضه من قبل مجلس الوزراء الليلة الماضية، ودخل حيز التنفيذ. هذا وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قد أكد في مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن المخزون الاستراتيجي من الأغذية آمن ووفير، داعيا الجميع إلى عدم تكديس المواد الغذائية لا سيما بوجود تنسيق مع الموردين واتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة الأزمة.